في جرمين الله يرحمه. مش نسمي لك قلت لك شكون الليدول نتاعك في تونس في الفن الشعبي، قلت لي سي نور الدين كحلاوي، وقلت لي الاسم الاخر عبد الرزاق قليو ولوت في جرمين. باهي انا باش نسمي لك اسماء فنانين شعبيين وتعطيني رايك فيهم في كلمتين، تشوف معناتها تشوف روحك معاه في ديو ولا لا، وتنجم تنسج على منوالو ولا لا، هذا هو السؤال. اوكي نبداو بالاسم الاول بالاسم التونسي، دونك فهمت على شكون باش نحكي، يعني ايفيدامون وليد التونسي. وليد التونسي فنان كبير. وليد التونسي من الاصوات الباهية زاد الحق نتاع ربي. ما نجمش نكون مع ذي خاطر الصوت يشبه صوته هذا برشا. كي تطلع في الطبقة صوتي يشبه صوته. فنان شعبي نمر واحد في تونس. لطفي جرمان الله يرحمه. الله يرحمه. سي لطفي الله يرحمه. نحكيو توا اللي مازالوا في. مش نحكي لطفي جرمان خاطر انا عملت معاه دو يورا. لا لا اسمع اسمع كبير سي لطفي جرمان مش وليد التونسي يقولوا ولا يصنف روحه الفنان الشعبي نمر واحد في تونس اليوم. بالميديا. صريحة. تنجم تعتبره فنان شعبي نمر واحد في تونس انت كفنان شعبي؟ مش تعطي لي انجروناج؟ شوف نجم تخرج منها هكا وحدك، انا نسال وانت تجاوب. كل واحد عنده راي وراه. بيان سور وعنده جمهور وليد التونسي وتحيه ليه. لا تحيه ليه ونحفظ له اغانيه الكل على فكره. اما نجمش نصنفه نمر واحد. باهي. نتعدى باش ما نزيدوش نغرقوا في الانكروناج اللي قلت عليه. فوزي بن قمر. فنان كبير. نتمنى دو يوم فوزي بن قمر. مع اللي عملوا مؤخرا اعتزال الفن وبعد رجوع للفن الانشاد وغيره. والله كل واحد حر في مزيكته. ينجم يرجع. برشا فنانين لاموا عليه. صوته كبير. فوزي بن قمر صوت مزيان. كان ولا مازال من عمليقة الفن الشعبي في تونس. عنده اغنيات لتوا نغنيهم في العروسات. من اكبر الفنانين. من اكبر الفنانين. برشا قالوا من فنان ما تقبلش ياسر. يقول لك اعتزلت من بعد يار برشا لاموا عليه، معناتها يقول لك حرمت الساحه في الفنان. والله احنا تحرمنا منه مش احنا تحرمنا منه. صوت جميل. انا كي بدي اغني لفوزي بن قمره يمسني برشا. فوزي فنان ممتاز ممتاز جدا. تتمنى ديو معاه؟ بالطبيعه. بي سمير لوسيف بالطبيعة نمر واحد كبير. نمر واحد شوف اللي تقال عليهم نمر واحد نسأله لك سؤال عاود لك يقول لك لطفي جرمان. لا لطفي جرمان نمر واحد يا ديما تفهمني نمر اثنين نمر اثنين نمر ثلاثة نمر اثنين انت تحكي وحدك كمان هكا تسجل ما قلت شيء الدليج بالنسبة لي انا فن المصطفى الدلاجي فنان فنان في الكلمات والالحان تغني لدى كلمات الدلاجي؟ كان يجيب لي كلمات تغني له مصطفى الدلاجي؟ نغني له. كيما شنو؟ شنو أكثر كلمات عجبتك لمصطفى الدلاجي تحب تغنيها؟ لا إله إلا محمد رسول الله. البوتية؟ نقترح عليك في الأغاني، أنا غني ضرب. صدقني سمعتها مرة واحدة البوتية. حتى الكلام أمورنا جاز أمورنا جازوز. يا ودي والله مرة واحدة سمعتها. ليه أمورنا جازوز غنية راهو ضرب آخر غنية. سمعتها مرة واحدة. لا. شنو من الاغنيه شنو الكلمات اكثر كلمات مسوق للمصطفى دلاج؟ انا مش مريق اللي عجبتني. تغني؟ هاي شويه. تحب تسمعني شويه؟ يا بالك يقول لك يا خويا ترخيص ولا غني خوذها. انا مش مريقل وانتي مش مريقلة، انا مش عويقل وانتي مش عويقلة، توك 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 الهبلة فتيني وفتك توك توك حضرتيني وما صدقتك خلينا على الرجلة. تحس وليت غني ملتزمك غني محمد عيد ربي انا مش مريك والله حسيت غني تحية للدليجي وتخبرني زكا باش ما يخرجش الكلام من 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 المعنى نتاعو صديقنا ويعرفني قداش نحبو ديما نحكيو بي نمشي للاسم اسم اخر هشام سلام فنان بي هشام سلام فنان متربي عنده أغنية نجوم الليل نحبها برشا أغنيته كنا نحبها شكون ما يحبش نجوم الليل بربي نحب أغنيته هذيك
تخافش نسمعها. مين قال لي قول له يغني؟ ما نخافش نسمعه، ما تخافش بس تخليه يكمل. هشام سليم تاع مهديو؟ نعم مهديو. دليل جي تغني له هكا ولا تاع مهديو؟ نغني له. علاش ما تعملش ديو؟ ريت كيف فاتتني هذايا؟ علاش ما تعملش مع ديو؟ ما نركبوش على بعض. باهي هشام سليم. نعم مهديو. صوتي قريب زاد صوت هشام، عندنا البحر زوز. تمنيت تغني نجوم الليل؟ تمنيت بالطبيعة، أغنية ضاربة مزيان. مزيان ياسر لتوا؟ لتوا. قلتوا عندها قداش من 20 سنة برسك. واو 20 سنة. 99. 99. كبرنا. يلا رجعنا مذبنا في جو الثمانينات احنا والتسعينات في الحصة هذه، وفيت عملنا الأغاني كلها الثمانينات. خلينا نختموا بالفن الشعبي وينجوم الليل بصوتك محمد عيسى. ينجوم الليل الضوايا، انا عندي معاك الف حكاية وكلام طويل وكلام طويل، وسيني وخليك معايا ما تغيبش وضوي في سمايا لنيوف الليل لنيوف الليل. من مدة في قربك راغب يا نجوم الليل يا نجوم الليل، وقليبي ذبلن وشاحب يا نجوم الليل يا نجوم الليل. لو ترضي يولي لي صاحب، لو ترضي يولي لي صاحب يشفي القليب يا نجوم الليل الليل الليل. برافو. قدي نحب هالغنيه هاي. آه يقرب الناس كل، ما فهمتكش محمد. بحا لا تحسوا يقرب الناس كل. الوليد التونسي السيوفي جرمان الله يرحمه يقرب يقرب محمد عيسى. شكون يقرا؟ احنا قلنا يقرب صوته. وتوا سمير هشام سليم. هشام سليم تقرب الناس كل ذولي صوتك انت به. نمشيو للفنان للفن الوتري شويه. نجم نشوفوك في ديو مع فنان وتري انا في بوشناك. هاي شو انت ما شاء تعرف انت هكا تقمر كاين على الايد فيزي بالبيه على سامي الكبار. نحب المدارس انا. تحب المدارس وكنا نحبوا المدارس. من الفنانين هكا اللي على الساحه الشبان توا، مش الشبان معناتها الجيل تاليزون اللي بعد شويه، الفنان الكبير لطفي بوشناق شكون تختار؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. برشا فنانين هما برا. اعطيني زوز من برشا. اي دغنوش. هاي صوت ممتاز. اي دغنوش. ليت ما تجاوش تغلبو اعطيني اسماء. الصوت في الشعبي ممتاز برشا. اي دغنوش. اي جيت هنا وغنت لنا فيمون ما شاء الله صوت. الفا برمضان. صديقتي ألفا نحيها صوت مزيان ألفا. دونك باهي تما نسألك كل شهر سركانة على سامي، قلت نكمل نسألوا على سامي وتالي نختار هكا سامي زوز فنانين تحية ليهم. دونك محمد نجم نشوفوك تبدل المحل هذايا؟ عمرك بتسألوا الفنان شعبي سؤال خاطر شفتها الحكاية هذايا صارت في تونس، نجم تبدل شوية القلم ساعات وتغني فن وتري؟ لا ما نجمش. نجم بدل ستيل كما قلت لك باند ريغي فلامينغو، اما نغني شعبي راه نغني شعبي في الريغي وفي الفلامينغو. جوستومون كيما سمعنا الاغنيه توا نجم نشوفوك نهار تغني وتري. موسيقى جديده وكا هو هي ما بدلش الصوت مش بدل معناها ستيل جديد. نجم نشوفوك. مش نحيو آلة المزود وال معناها والبندير والدربوك. نجم نشوفوك تغني وتري باهي؟ ما نجمش. لا نجم نشوفوك ديو مع رابور؟ نجم. شكون اكثر رابور تاع ماجو؟ سامبارا. سفارة تحيي وتحب الكمينة عنده كتالوج واضح ما شاء الله عنده تمشي واضح. بالتوفيق تستاهل كل خير. قبل ما نختم معاك نحكيو على جديدك غنية على البول أم مرة دايما كلماتك وأرحانك زاد تحبش تعطيني المطلع في الغنية زي بكري هذا شوية برا برا جوست الرفران قلبه كبير أي جوست الرفران عطينا غدوة تلقاها تتعدى هنا غني فيها من شكون الفنان. بابا وامي أغلى ما عندي في الدنيا ما يخلوني وحدي، بابا وامي اغلى ما عندي في الدنيا ما يخلوني وحدي. امي يا غاليه الله يخليك سنين وانا نفكر فيك، امي يا غاليه الله يخليك سنين وانا نفكر فيك. اطلب عيني نعطيك مش مزيب روحي نفديك، اطلب عيني نعطيك مش مزيب روحي نفديك. بابا وامي بابا وامي بابا وامي اغلى ما عندي. يا ربي فضلهم.
برافو. وبرافو نورتنا محمد عيسى، بالتوفيق ليك. كونكوراج. وكونكوراج نشوفوك شرف في اعمال ناجحه اكثر واكثر، والغنيه هذه لازم تاخذ حقها. غنيتك انت وسيرة في جميع الله يرحمه، خذ بحق غنيه ياسر مزيانه. انت غريب، نورتنا محمد عيسى. عايشك. نحب نقدم تحيه للوالده والوالد والفامي والعائله الكل. نقدم تحيه للفنان الكبير سي محمد سياري. تحيه كبيره للمرحوم لطفي جرمانه والعائله نتاع المرحوم لطفي جرمانه. تحيه للعائله. تحيه كبيره للمخرج سي محمد بوليله وكامل فريق العمل اللي خدموا معنا. تحيه كبيره للمطعم التاتو اللي كان واقف معايا زاده في التصوير نتاع الكليب. تحيه كبيره لاصحابي اللي يسمعوا فيها الكل. واصحابي اللي مش يسمعوا فيها زاده. نجمو نزيدوا ساعه اخرى في الايميسيون. عشان يوتيوب، عشان يوتيوب نتاعو شو اسمها بالضبط باش الناس على الاقل تدخل. محمد عيسى. محمد عيسى. محمد عيسى. بالعربي والفرنسي. ما نسيت حد. محمد سور. تحية لأصحابي. تحية لأصحابي. تحية اللي يسمعوا فينا الكل. حتى اللي مش يسمعوا صحيح. وتحية حتى اللي مش يسمعوا، تحية اللي يشوفوا الفيديو من بعد، تحية اللي باش تفرجوا على الأغنية على اليوتيوب شوية آخر، تدخل تكتب محمد عيسى تشوفوا الأغنية وبتوفيق ليك. الأغنية تحط محمد عيسى لطفي جرمان 2020. 2020 تطلع الأغنية. أنت غريب اسمها. نورتنا. شكرا ليك محمد عيسى، بتوفيق ليك. كانت هذه ترانكيلة لليوم، ما قلناش على اسم الفايز اللي